يعني صار تبليغ من قبل الكادر التدريبي، من قبل الكابتن رحيم حميد، انه تبليغ اللاعبين اي لاعب يلعب فرق شعبيه في الساحات الخماسيه او في الساحات الكبار بالفرق الشعبيه يتعرض للعقوبه سواء انصاب او ما انصاب، لان تعرف ولاعب منتخب وطني، وبنفس الوقت هو لاعب المنتخب الوطني لازم يكون قدوه للاعبين الباقين. وانت تعرف احنا جائحه كورونا، فالمفروض انه التجمعات تقل، فمن يشوفون لاعب من المنتخب الوطني اكيد راح مثل ما قلنا انه قدوه، فالعالم تقلده وتروح تلعب مباريات. واحنا كنا بذاك الوقت كنا يعني دائما ندعو انه الناس يقوم بالبيت من اجل صحتهم، من اجل سلامتهم. لكن نفس الوقت يعني شفنا بعض اللاعبين انه يلعبون فرق شعبيه وتصير تجمعات، فلهذا السبب انه الكابتن رحيم حميد بلغني انه بلغ اللاعبين. بس اكو بعض اللاعبين من توجهنا لهم بالسؤال او ظهروا في تصريحات يقول لك لا انا العب فرق شعبيه لان انا قاعد صار لي 5 أشهر اريد احرك جسمي، اريد احافظ على لياقتي. يعني ما اعرف، جواب كان غير مقنع بصراحه. انت سمعت هذا؟ يمكن سمعت هذا، سمعت هذا التصريح؟ اي سمعت. واكو بعضهم لحد الان علاء، يعني انا عذر المقاطعه علاء، لكن ليش ما انت تلعب مثلا؟ ليش ما كان في فتره الكابتن حسام فوزي من صاروا لاعبين انديه ولاعبين منتخبات وطنيه، بدا هنا اللاعب لازم يفكر انه اليوم عندك انت عندك منتخب، عندك نادي، عندك مهمه ربما انت راح تحققها في الفتره المقبله. هاي النقطة اللي نريد نوصلها. احنا يمكن الكابتن يعرف احنا كنا لعبنا فرق شعبية من كنا صغار، وحتى من يعني بالشباب بالفريق الأول بدا يعني، بس من صرنا لاعبين منتخب وطني، هاي تعرف منتخب وطني، منتخب أولمبي، حتى منتخب شباب، يعني هذه مسؤولية. هذه انت جاي ما تمثل نفسك، انت جاي تمثل البلد، فأكيد لازم تحافظ على نفسك. وبنفس الوقت ارجع للنقطه اللي قلت بها انه اللاعب ياخذ عذر انه لازم يلعب فرق شعبيه حتى يحافظ على لياقته البدنيه. واكو لاعبين هواي، قلت لك هسه انا قبل قليل قلت لك انه اكو لاعبين هواي يجون يتمرنون، والتمرين مالتنا اللي صار حسب المنهاج اللي اعطانا اياه المدرب، تمرين لمده ساعه ونص، تمرين قوي يعني، تمرين بدني على مستوى عالي، اضافه الى انه كورس حديد. فهذا اكيد يفي بالغرض، هذا مو عذر انه اللاعب يروح على فرق شعبي. طيب كابتن.